وصل صوتك. تقول كل حب الممثلة القديرة ليلى الشاب. مرحبا بك على مزيكتين. يعيشك يعيشك يدي. ميرسي بور لانفيتاسيون. يعيشك مرحبا بك بنت الدار. يعيشك ربي يفضلك بنت الدار. ودامك تخدم على روحك فمش علاش تكون ما تكونش شاب حدانا. ودو بلوس ايامتكم وجمعتكم جمعة المسرح مبروك عليك ايام قرطاج المسرحية. ليه انا نسكن في المنطقة في تقريبا كرطاج لكن مش في ايام كرطاج. انا في اسباس 77 اللي هو بجنب برولي. عاملين ايفينمون زيم الكوبي عاملينها المهرجان كرتاج للمسرح وتحديدا لسعد الجاموسي لانه الايام اكبر منه برشا. يا بدلنا الموسيقى يا سي مراد. اش تبدل طبيل قرقنا نقولوا. اللي قلقني بالحق ليلى انه علاش تعملوا مهرجان موازي وكان هذاك مهرجان الوطن ومهرجان دولي ومهرجان وجه البلاد. علاش نجي انا اليوم نشوش على المهرجان هذايا ونقدم انا اليوم مهرجان يزم الكبي. اخترت 18 و19 و20 نوفمبر وعرضت البارح بنجاح. نهنيك على نجاح البارح وتعرض اليوم مسرحيتك الترشيقة في الفضاء هذايا. علاش هذا الكل؟ اولا لانه مش احنا اللي خلقنا التشويش, هو معناها سي لسعد الجاموسي هو اللي خلقه من الدوره اللي فاتت. وقلت انا برشا مرات راهو يعجبني في كممثل معناها في ليله الشك, لكن الحق هو الكل شك كونه ينجم يكون مدير مهرجان. علاش التحامل الشديد؟ لا مش تحامل, مش انا بركه معناها انسان اولا انحيازي, وفوق من هذا الحق معناها يركب ماسك اخر فريمون قناع اللي هو ماهوش متاع مسرحي. راجل ما نعرفش نهار طول هو ستريسي ولا يتصمم علينا ولا تقول عمل علينا مزية اللي هو مدير مهرجان, ولا تقول حتى كأنه أنت بدعته ما يجيش هكا. ما هوش هكا يا ليلى. والمعاملة اللي تعاملنا بها في الدورة اللي فاتت هذيك علاش خليتنا احنا قاطعوا المهرجان. ومش راي انا بركه هذيا, راي تبارك الله عديد الزملاء اللي هما عندهم باع وذراع. انتم كذلك متهمين انكم كي تقاطعوا المهرجان راكم تقاطعوا حاجه وطنيه. معناتها تنجم يكون خلافك مع شخص حاجه, وينجم يكون خلافك مع المهرجان حاجه اخرى. نجم يكون انا متعارك معك ليلى الشابي, لكن ما نجمش اليوم تعمل انت مسرحيه, ما نجمش انا اليوم كاعلامي نشارك فيها ونحضر لها ونتفرج فيها. لا مش معناها انا مانيش باش نمشي نتفرج شي زملائي راهو. لا بعد العروض نتاعي باش نمشي نتفرج الزملاء نتاعي بيان سور. اللي هو انا خاطر نعرض جمعه وسبت ونهار لحد يعرض طارق بوحفص. انتم بالعاني عملتوا تعرضوا معاه باش ما تمشيوش. محمد الدهش ديش ونص. انتم مشيتوا بالعاني باش ما تحضروش. عرضت تعرضوا بالعاني. لا احنا عملنا ليفينمون هذايا يزيم الكوبي لانه ما يزيش الكوبي اللي في البلاد. زيد لسعد الجاموسي يسرع علينا يولي بصراحه. زيد اكثر المسرحيات زاد تعدى راه يتحمم القلب راه فهمت معناها اكثر. لو كان لوفيرتور البارح هكاكا معناها فريمون تحشم من بعد شنو باش يصير مالا في القاعات. لو كان الزو خايب, لو كان الكوريغرافي والموسيقى حبروا يعملوا فقره يا اخي طلعت فقر معناها موسيقي وفقر ركحي وفقر للحضور زاده معناها حق. وفهم روحه لو كان جاي وطني راهو حتى اخر دقيقه راهو حد واحد اخر شرفي. لانه كفنان ما تنجمش تكون العبيد الكل زدك وانت ما زدت شد الصحيح. لكن ليلى لهنا خلي نربط كلامك اليوم. الفنان مقداد السهيلي كتب ستاتيو, خلينا نقرا شويه, سماها مهزله جديده في ايام قرطاج المسرحيه. قال ماتوا المبدعين يا اخي, ما فماش شكون ينجم يعمل افتتاح ينور ويشرف. شنو اللي صار؟ الكبار نتاع المسرح وينوما, تسرع وارتجال وتلفيق, مسرح ركح صغير قدام قاعه الكوليزي كانوا في روضه اطفال, معناتها مركز مكمش, الافيشه هابطه على اليمين على اليسار كما جات, الناس طالعه على الركح تقدم بالعربيه الفصحى, اغلاط في النحو والصرف قد جبل بوغرنين, صاله اشترى الكريسي فارغه, معناتها شريط لتكريم المنصف السويسي المبدع اللي هو زاد عمناوي الجاني الله يرحمه. وهو وكان اللي مقاطع المهرجان وقال كان مقاطع قال ما استدعونيش وكل شيء. معناتها قال لي انا ما استدعونيش. اخزر الفضيحه معناها ما استدعاش منصف السويسي اللي هو اسس مهرجان كارتاج للمسرح. معناها معيب هذا. لكن كانك تظلي متحامله الراجل لهنا. انا نحسبه فيه على اخطاء مش اخطاء وتعرف الظروف كيفاه مش اخطاء وانا ظروف. عنده عام كامل باش يحذر راهو.
عنده عام كامل باش يحذر. معناها شنو فما وزرة تتبدل وكل شيء يقول لك مالكش مشكل داخل الوزرة. ليه هو محطوط من قبل؟ مش مش فعليا ما يبدا يخدم لما ياخذ مش محمد العابدين هو اللي حطه راه اي محطوط من قبل لما فعليا ما يبدا يخدم هو حتى نفسيا الا ما يصير كتحويل الوزاري نفسيا نجيبوا له بسيكات باش يخدم بسيكولوج بسيكاناليست سي سكي لوي فو جو بونس. علاش التحامل هذا الكل؟ ولدي مش تحامل ستيم فيغيتي مش انا برك راه يعني شوف قديش هاني قلت لك جيت كيفه ورحمه امي راني نستقيل نستقيل عيب. معناها معناتها انت حكمت على الدوره بالفشل حتى قبل ما تبدا. اي حاكمين الكل عليها بالفشل لانه من الفشل نتاع الدوره اللي فاتت. قلت يا اخي اللي يفشل نعاودوا له شنو البلاد هذيا؟ معناها واحد فشل كي هو ما يفهمش روحه احنا نقولوا له ديجاج ما حبش يفهم خلي يقعد وحده في الدوره خلي ما يمثل وحده ويعمل على كيفه ويجيبوا العبيد اللي هما ما نجموش معناها الفعل الركحي اللي يشرف ويحطوهم على الركح ويشريوا العرض 100,000 مره بالملايين وغيرهم ما يخدمش. ما فهمتش انا شنو المقاييس اللي ياخذوا عليها مهرجان كارتاج للمسرح. شنو تقييمك لنوعيه المسرحيه المقدمه؟ هو الحقيقة كنوعية فنية ما نعرفش مازلت ما تفرجتش معناها مازلت فماش أعمال شفتها مقبل ولا بحكم انت ليه ما فما كان مسرحية فاضل الجعايبي يدور لي ريتا معناها أنا لكن مش ديما المسرح فاضل الجعايبي راه يبيع ب 20,000 دينار وعندنا ناس أخرين معناها الناس هذوما معناها عيب كونه ما يسندوش الناس الأخرين يخليوهم يخدموا. أنت كي تاخذ ب 20,000 دينار ولا وانا ما نخدمش ولا غيري ما يخدمش معناها تبارك الله. لكن مش مهمه مهرجان يقول لك انا باش نخدم الفنانين التوانسه الكل. انا ما قلتش انا يخدم الفنانين التوانسه انا اليوم مهمتي باش نختار ونعمل بيان سور يختار ويقيم هذيك فما لجنه تختار اما اسكو سي فغي فما لجنه مو هذايا هو اسكو سي فغي سي فغي فما لجنه لا لا ديما هاللجنه هذيا انا ما فهمتهاش الحقيقة. ديما تقول انا قيمت بعد نجي نلقى اعمال اللي هي ماهيش في المستوى من ناحية وانت بنت المسرح؟ والله من نواحي الكل ساعات حتى من النص ولا إخراج ولا تلقى النص ضعيف تلقى الإخراج ضعيف ومن بعد يقول لك لا ما لقيناش القاعة ما لقيناش كيفاش باش نركبوا الضوء معناها باقي نعملوا الحاجات دون لورجونس كو عاتينك عام كامل انت باش تحذر. اليوم انت تقود حرب ضد ايام قرطاج لا حرب لا شيء ذيك يستاهل حرب ما يستاهلش من انتم حق ما يعرفوا حد راه في بالك ما يعرفوا حد مش مطالب مدير مهرجان يعرفوه اللي يلزم ليه معناها باش نشن عليه حرب شكونه اش خليك ما مشيتش لا مشيت لا احتجيت قدام المسرح ما تستحقش هي الحكايه انا فاهمه اللي باش تكون الدنيا فارغه. لكن اليوم ليلى كلامك راهو على قد ما فيه معناتها هجوم على قد ما فيه مراره كذلك نحن في مراره نحكيو على المسرح التونسي نعرف المسرح التونسي اللي هو يشرف اللي هو كي يمشي المحافل الدوليه راهو يروح بالجوائز وهذه تحيه معناها الزملاء الكل لانه يتعبوا فهمت واكثر من الدعم اللي قاعدين ياخذوا فيه سورتو معناها الناس اللي في جيلي واللي بعدي واللي معناها ستون معناها بيرفورمانس ومجهود بيرسونيل راهو البارح الفنانه والممثلة وجهة الجندوبي كتبت خرجت من الصالة ديسو عندها الحق معناتها أنا قلبي يوجعني برشا كنت راه قلبي أنا على خاطر بتاتخ وجهها ما حضرتش وقت اللي كان سيلمونسو في السويسي مدير مهرجان فهمت بتاتخ وقتها معناها مازلت صغيرة ولا تقرأ ولا حضرت ولا فما زملاء ما حضروش لكن على الأقل كان سيلمونسو يرحمه كان يرحب بالممثل التونسي ويعطيه مكانته ويبدأ موجود في المهرجان كسواف معناها مع الضيوف معناها في النزل وإلا معناها في المطاعم وإلا في العروض وللأسف معناها هذه راهو الممثل التونسي ولا مقصي يا هادي. والحاجة الأخرى أنه لليوم مازلنا عاجزين باش نعملوا حفلة افتتاح دون لي ريغل دولار معناتها كنا احيانا نضحكوا برشا من حفلات الافتتاح اللي تصير في البلدان العربيه بميزانيه صغيره اليوم نتفرج في مصر معناتها حفل افتتاح نتاعهم محترم بالنسبه لمهرجان القاهره السينمائي نشوف اللي احنا مازلنا معناتها فك نظريه الشعب هكايا ونظام الشعب اكل اللي عندك شيء عندك شيء عندي حط التصويره في اخر دقيقه وبكلي علاش علاش هذه السؤال راه انا اللي قهرني علاش علاش انا نمشي ما نلقاش اسمي على الكرسي علاش جيبي دعوه ليه الحق ما كلموني راه
باش نتسلم دعوتي الحقيقه معناها من ما نكذبش معناها مش انا اقصاوني ولا لا 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 با دي تو فهمت يا اخي. انا قلت لها بصراحه قلت لها راني انا قاطعه مهرجان وعامله السلاس عبد الجاموسي عاملين له يزم الكوبي راهو في اسباس 67 مانيش جايه لاني انا كي ناخذ موقف ناخذ موقف واضح وصريح ما نجيك. خلينا نمشي نمشي للعروض بيان سور لانه العروض ما عندها حتى دخل. فتاة 67 باش تعرض فيه مسرحيه الترشيقه عرضت البارح بنجاح واليوم زاد كيف كان تذاكر ليلى وين نجم نلقاها في اسباس 67 غادي سور بلاس والاسباس راهو يرفع كان 200 كرسي لانه ما ماهوش كبير ماذا بينا معناها توا تلقاو تذاكر توا تلقاو الفضاء ديما محلول ديما يستقبل الناس لانه فضاء معناها للمسرح هو والفنون جميع الفنون ساعه و45 دقيقه مسرحيه اخراج ونص ليلى الشابي مع مساعده معزه القديري الإخراج تحية ليه ونوجه له تحية زدا معز زدا كيف كيف. ليلى اخترت الموسيقى زدا كيف كيف وساهمتها خطر الموسيقى بالنسبة للناس اللي ما شافوش المسرحية مش كيفي أنا شفتها جزء من جزء من ال من, من الشخصية اللي أنت تقدمها معناتها لأنها تونس جزء من تونس من تونس تحكي على مسرحية تحكي على دلندا امرأة تخرج لابسة روبة الربيع العربي حاملة أمال تلقى روحها قدام صدمات صدمات وكدمات وكدمات من الأطراف الكل من الأطراف الكل هي سيت اون سورت دو ثيرابي دو جروب خاطر كاين هاد دلندا وحدها تعمل في الثيرابي افيك بوكو ديروني وبرشا ضحك لكن هي انتراكتيف معناها مع الببليك خاطر من بعد البسيكاتر باش يهبط يولي هو بيدو الببليك معناها سي معناها لأنه احنا ما عادش نسمعوا بعضنا الوغ هي فرصه باش خاطر اللي جاوا البارح قالوا لي تعرف اللي باهي في السبكتاكل كونك من بعد الواحد ينجم يحكي يفتح حوار من بعد للنقاش يضحك لكن ما يخرجش شكاكه راه ما يخرجش يضحك ومن بعد يعدي سهريه فريمون عنده ما يحلل في روحه في نفسه على خاطر دلندا هي تمثل تونس تمثل مسار من اللي صار في من عهد بورقيبه شويه معناها حتى لتو هي من جيلي انا بيان سور خدمتها على عمري معاك اما لهنا ليلى معناتها هي تونس معناتها انت تحكي على تونس, تونس. في العروض الاولى تتجن المراه وتدخل في حاله مجنونه لين تنحي تخرج من حوايجها وتنحي الروبه تزرك حمراء عريانه وبرشا لموك على المقطع اللي تنحي فيه الروبه هل اليوم بدلته عدلته لا ما لا بدلته ولا عدلته كيما عرفت في المشت عرفت في مع اسباس تياترو كيما عرفت في جندوبه نحي الروبه مره اخرى اي نحيتها اي في جندوبه نفس الشيء في رادس في نابل في دار شعبين الفهري في معناها وين عرفت راني عمري ما نقصت حاجه عمري ما مسرحيه قبيحه من ناحيه قبيحه قبيح ما قال لي سي محمد بن نور قال لي عمري ما ريت نتاع الكتاب سي محمد بن نور قال لي عمري ما ريت نص انتلكتويل وقبيح كيما النص نتاعك قال لي برافو قال لي تو نبدا قاعد وحدي ونضحك ساعات كل شبيك كل مره راني ريت تذكرت ليلى الشيبي فهمت معناها خاطر توا العالم ولا دون لا فولغاريزاسيون ما تنجمش انت تكون اقل توا احنا في عهد الصدمه فهمتني كيفاش واحنا مرين بصدمه فعلا يعني مرين بصدمه يلزم الصدمه هذيا اللي الالكتروشوك اللي كليناه هذيا هو معناها اللي تقولوا دلندا هي من ناحيه قبيحه قبيح تشبه لي ونص ونص وتشبه لتونس قد ما هي حنينه قد ما هي تتقبح في اللي يظلمها وي وكهو هذيك هي الترشيقه سي بور تو لتونيزيا العرض سبعة اليوم سبعة ونص سبعة ونص سبعة ونص قرينا حسابنا والكل قلنا سبعة ونص وقيت به ظهر العبد يخرج من بعد ويعمل زاد الترشيقة مع ليلى الشابي شكرا ليلى الشابي شكرا لكل الفريق